نروح بقى لرأس الحكمة ونشوف تفاصيل رأس الحكمة ونرد على كل الإشاعات أو الكلام الفاضي اللي حصل. تعال نشوف تفاصيل. أول حاجة عندنا إيه؟ فكرونا يا جماعة. أول حاجة، ماذا تعرف عن منطقة رأس الحكمة أو صفقة رأس الحكمة؟ طوق نجاء إماراتي جديد لعبد الفتاح السيسي، زي ما بتقول العربي الجديد، وجايبالنا أو العربي 21 عفوا، وجايبالنا يا سيدي شوية معلومات كده. رأس الحكمة تتبع قرية رأس الحكمة، هي قرية بتتبع لمرسى مطروح على الساحل الشمالي إلى الشرق من مدينة مرسى مطروح، وبتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي، وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح اللي بتبعد عنها 85 كيلو زي ما حضرتك شايف في الخريطة كده. من الضبعة لمرسى مطروح الحتة الجميلة دي هي رأس الحكمة، وعندها رأس في البر كده أو في البحر، هي دي رأس الحكمة بعينها. تمام. أنشأ القرية آخر ملوك مصر الملك، أعتقد لا نرجع يا جماعة لسنة، هتقول لي قبلها، أيوة، أنشأ القرية آخر ملوك مصر الملك فاروق سنة 48 علشان تبقى منتجع للأسرة المالكة وللوزراء لأهمية المنطقة الكبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي وشواطئها الخلابة الجميلة. نروح لمعلومات تانية عن رأس الحكمة اللي قدام حضرتك. تعد رأس الحكمة ذات أهمية سياحية لعدة أسباب، عشان هي موجودة في طريق فوكا الجديد اللي بيربط بين القاهرة والساحل الشمالي. المسافة من القاهرة للعلمين في منطقة فوكا الجديد ده حوالي 140 كيلومتر بعد أن كان الطريق الساحلي 240 كيلو. يعد الشريط الساحلي للقرية 50 كيلو زي ما حضرتك شايف كده من مدينة الضبعة لمرسى مطروح، ودي من أحسن وأجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة والمياه الفيروزية، اللي هي المنطقة دي كلها من العلمين لمرسى مطروح، كل ده سيدي حنيش وراس الحكمة والضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة، كل ده منطقة أو شواطئ رائعة الجمال، خلابة، من أحسن الشواطئ في العالم كله. المقال ده مهم جدا، فأنا جبته لك علشان نشوف ونقرأ ونسمع التفاصيل بتاعة المكان المهم ده. طيب يا سيدي، بلومبرج قالت عن مصادر مطلعة أن أبو ظبي بتشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة اللي هي بتبلغ حوالي 180 مليون متر مربع. يعني قد تحتفظ، يعني احنا عندنا بقى ان ملكية 80% الأخرى راحت للإمارات، وبما ان العقد محدش ورهنا، هيطلع حد نفسه تعبانة كده يقولك وانت تشوف ليه؟ اشوف ليه؟ عشان انا مصري، عشان من حق المشروعات الكبرى اللي فيها تمويل وفيها يعني حراك في البلد بالشكل ده وفيها أرض ممكن تتباع وتتنازل عنها، من حقي اعرف ايه اللي بيحصل. على الاقل يعني تبقى الاتفاقيه دي بعد موافقه البرلمان، بس احنا عارفين ان هم كله ايه، كله ماشي بامر ازاي. طيب ليه؟ لاني اخاف بعد ما تتملكها الامارات العربيه المتحده تروح تبيع جزء منها لاي حد، شركه بقى متعدده الجنسيات، شركه من الامارات تانية، شركة من إسرائيل، شركة من الهند، شركة من أي حد يهدد أمنك القومي، ده ممكن ويجوز أنه يحصل تماما. إذن بلومبرج بتقولك مصر ممكن تحتفظ ب 20% من مساحة الأرض، بملكيتها مساحة الأرض، والمساحة الباقية تبقى مباعة للإمارات. هل الدولة بتقول لا ما بعناش؟ الدولة بتقولك استثمار. ما هو لما يبقى حد جاي 80% وانت 20% ده اسمه استثمار، لو انت عايز تخرجه كده استثمار. بس الحقيقة في العقد ايه؟ ودايما زي ما بيقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل. الحقيقة بتقول ان انت بايع 80% من مساحة الارض مقابل احتفاظك ب 20% من مساحة الارض، مش اكتر من كده، اللي هي كام؟ 170 مليون متر. طيب ال 170 مليون متر دول هو مساحة رأس الحكمة؟ لا، دول خمس مدن، العلمين وراس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب، ودي المدن دي هي ال 170 مليون متر مربع. 170 مليون متر مربع وزيادة بالمناسبة. وكمان بيقول لك ان هم عايزين يطوروا مطروح والسلوم.
تمام. يبقى انت عندك الساحل الشمالي كده بالصلاة على النبي بيتم السيطرة عليه. هنا الخوف من ايه؟ بعض على السوشيال ميديا بيقولك الساحل وخاصة على سواحل البحر الابيض المتوسط في ناس كتير بتحاول تسيطر عليها. يعني من اول مجالك الحملات الصليبية كانت بتحاول تسيطر على الشمال، معركة دمياط ومعركة المنصورة وهناك في عكا وهناك في أنطاكيا. وبيقول لك ان اول مناطق تم السيطرة عليها في فلسطين مثلا كانت يافا، حيفا، عكا وهكذا. فبحر البحر المتوسط ده دايما بيجي لك منه محتل، دايما بيحاول يسيطر عليه المحتل. واحنا دلوقتي في عصر مش لازم المحتل يجي لك بسلاح، ممكن المحتل يجي لك بفلوس ويجي لك في هيئة محمد بن زايد وبعد كده يقلع الغتر والعجال والكندورة، هي الجلابية الإماراتية اسمها الكندورة، وتلاقيه واحد تاني لابس بورنيطة مثلا ومربي سوالف كده وجاي يقول لك يا خبيبي أصل جدي شولح الأول كان قاعد هنا وأنا جاي أخد حق جدي وأعمل دولة هنا. ممكن جدا. هتقولي بعيد الكلام ده، هقول لك ما هم برضو زمان كانوا بيتكلموا عن الكلام ده بعيد في يافا وعكا. دي الناس او دي اراء الناس بتتداولها على السوشيال ميديا وانا بعرضها على حضرتك. طيب هل اولاد زايد بالعاده بيساعدوك؟ تعال نجيب ساويرس بيقول لك شكرا دولة الامارات، اولاد الشيخ زايد رحمة الله عليه محبي مصر، دعم غير طبيعي وكرم غير مسبوق، املي ان تعي القيادة المصرية ان هذه فرصة اخيرة لتغيير المسار الحالي وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الامور وان تستمع الى شعبها وتفتح ابواب الحرية. سؤال عزيز المواطن، انت كم مرة سمعت الكلام ده؟ مرات عديدة، مرات كتيرة سمعت، وده هنجيله كمان شوية. بس عايز اقول لك ان انت سمعت ان هنقضي على المشاكل والفلوس هتيجي من امتى؟ من اول الانقلاب، من اول عشرات المليارات اللي دخلت لعبد الفتاح السيسي. وكل مرة بيتقالك هنطور وهنعمل وهنخلص ومصر هتبقى ونقفز ونعمل، وبعدها الوضع بيبقى اسوأ. هو انت من امتى كان بيتقطع عندك الكهرباء بشكل دوري؟ دوري يعني ايه؟ يعني كل الجمهورية فيها ساعتين في اليوم؟ كانش فيه كده، كان في بعض الاماكن بعض الايام، انما الجمهورية كلها. كان من امتى عندك الدولار بيوصل 50 جنيه و60 جنيه و70 جنيه؟ كانش فيه كده. كان من امتى عندك ازمة سكر ولا زيت ولا بصل ب40 50 جنيه؟ كان فين الكلام ده؟ واوعى تقولي اصل التجار، اصل في دولة وفي وزارة التموين. المهم ما علينا، هنروح لكرم عبد الفتاح السيسي او تآمره الغير مسبوق في التفريط في أرض جمهورية مصر العربية وبيعها بأبخس الأثمان لمحمد بن زايد. طيب صفقة الإمارات 4000 جنيه للمتر واللي ما يشتري يتفرج. تفاصيل الصفقة 35 مليار دولار، منهم 11 مليار دولار ودائع قديمة موجودة أصلا في البنك عندنا، فإحنا كده كده مش إيه مش هناخدها. والمبلغ الفعلي إذا صدق الأمر يبقى 24 مليار دولار. المساحة الفعلية لمنطقة رأس الحكمة أو لصفقة رأس الحكمة 170 مليون متر و8 من عشر. طيب ال 24 مليار دولار دول لما نقسمهم على 170 متر 170 مليون متر مربع بتتكلم في 139 قول 140 دولار لكل متر مربع. النتيجة سعر المتر المربع حوالي 140 دولار بالجنيه المصري طبقا لأسعارهم الموازية، تتكلم عن 34 جنيه بالجنيه المصري طبقا لأسعار البنك تتكلم عن 120 جنيه و4 من عشر. تمام تمام. المتر بقى في أي قرية في مصر، أي قرية أغلى من الكلام اللي انت شايفه ده. المتر متر الارض في اي قريه في مصر، مش هقول لك مدينه مش عارف، لا لا، يعني ارخص من اللي انت شايفه ده، عفوا اغلى. اللي انت شايفه ده ارخص سعر ممكن تشوفه في مصر. ليه؟ عشان دول الامارات وعبد الفتاح السيسي عايز يديهم من جيبه مثلا او من جيب الحاجه، ما تفهمش. طبعا بعض الناس تقول لك انتوا متغاظين. احنا مش متغاظين يا باشا، لا، عبد الفتاح السيسي بيبيع في ارضه ان شاء الله يبيع هدومه، انا مالي.
انما دي ارض البلد. هتقولي وانت ليه متاكد انه بيبيع؟ هقول لك الصحف الدوليه المهتمه بالاقتصاد قالت لك مصر بتمتلك 20% والامارات امتلكت 80%، وده شكل الاستثمار. ما هي كلمه استثمار دي يعني ايه؟ 100,000 حاجه بتندرج تحت كلمه استثمار. ما هو ده استثمار، بس استثمار التفاصيل بتاعته بتقول ايه؟ انك بعت اكتر من 4 على 5 من مساحه الارض، بعتها 80% من مساحه الارض انت بعتها واحتفظت لنفسك ب 20%، لا تديك حق في الاداره ولا تديك حق في حاجه خالص. اسئله بقى بتطرح نفسها في الصفقه كلها، يعني هل يحق للامارات تبديل الملكيه، تبيع، تدخل شريك؟ اقول لك تعال نشوف اسئله عن الصفقه من عيون مصريين فاعلين، ناس معروفه على السوشيال ميديا، يعني مثلا عمار علي حسن دكتور بيقول لك ايه؟ تابعت المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الذي اعلن فيه ابرام صفقه راس الحكمه، وكيف راح يجزم بان العمله الصعبه التي ستتدفق لقاء هذا المشروع الضخم ستلجم تقدم الدولار في السوق المصري. اشعرني دكتور مدبولي بانه واحد من الاعلاميين الذين يحدثون اهل مصر في المساء عن اللبن والعسل المنتظر في قادم السنين، وعن الدولار الذي سيتم القبض عليه وايداعه المتحف بجوار الفأس البرونزي. مشكلتنا مع مدبولي تتلخص في 4 أمور، أولها أنه لم يقل كل شيء عن الصفقة، فالخفي منها أكبر مما أعلنه، وثانيا أنه بالغ في إمكانية أن تؤدي إلى علاج المرض العضال الذي أصاب اقتصادنا لأسباب يعرفها القاصي والداني، وثالثها أن الثقة صارت مفقودة في السلطة الحالية، ولذا فإن ارتداد أقوال مدبولي على السوق لن تكون سوى مؤقتة، ولا أعتقد أنها ستؤدي إلى تراجع الأسعار، وهذا هو ما يهم الشعب. ورابعها أنه لا يعدنا بأي حل سوى المضي أعمق وأوسع في هذا الطريق، في هذه الطريق التي إن حققت نموا ظاهريا بعض الوقت فهي لن تجلب لنا التنمية، فالدولة ليست مجرد سمسار عقارات، وحشر مصر في هذه الزاوية لا يليق بمصر أبدا. طيب جمال سلطان عنده رأي، الكاتب الصحفي الزميل أستاذ جمال سلطان عنده رأي نورده هو الآخر، بيقول جمال سلطان أليس غريبا أن يختفي السيسي وبن زايد تماما عن مشهد الصفقة، صفقة رأس الحكمة الضخمة والتي لم تحدث في تاريخ مصر، يكتفي بن زايد بإرسال وزير ويكتفي السيسي بإرسال رئيس وزراءه وهو العاشق للقطة والميكروفون، وكان يحضر مع ابن زايد احتفالات أقل منها كثيرا في العالمين والإسماعيلية والقاهرة. ليه بقى السيسي؟ السر في اختفاء عبد الفتاح السيسي في موضوع رأس الحكمة انه مش ضامن، انه مش عارف، انه مش متأكد ان الموضوع هيتحل. عارف ليه؟ لانك هتفضل تسمع عن مليارات كتير دخلت، 350 مليون، 35 مليار، 158 مليار، بس برضه هتفضل البيضة من 6 جنيه بتغلى وهتوصل 7 و8 جنيه، الدولار بس هينزل ده ب 20 جنيه، هتلاقي الدولار كمان شوية عشان في تعويم جاي. عزيز المواطن، في تعويم جاي غصب عن السيسي وعن أي حد معاه، ممكن يكون قبل رمضان، لأن صندوق النقد الدولي اشترط عليه. ليه؟ علشان يديله قرض. الله، طب هو إذا كان الفلوس اللي خدها السيسي من المشروع ده هتكفي، عايز ياخد قرض ليه من صندوق النقد الدولي؟ علشان يسد الديون اللي عليه اللي هي السنة دي بس 42.8 مليار دولار، 42 مليار و800 مليون، واخد بالك؟ 42 مليار و800 مليون دولار عشان دي أقساط علينا. مين اللي خدها؟ السيسي، عشان يعمل ايه؟ اكبر برج واكبر كنيسه واكبر جامع كباري وبتاع، بس ايه؟ ما كانش ليها لازمه. فسر غياب السيسي لانه عارف انها مش هتحدث اي حاجه على الارض، هيمهد كده زي التمهيد النيراني يخلي الاعلاميين يقعدوا يطنطنوا ويتكلموا بلا 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 بلا. والواقع، الواقع كحل، الواقع انت اكتر واحد حاسس بيه عشان شايف الاسعار. مصر ملزمه بتسديد 42.3 اسف يا جماعه قلت 8 من 10، 42.3 مليار دولار اقساط ديون وفوائد يجب سدادها في 2024. قلت لي بقى هو هيجيب كام؟ 35 مليار في 11 اوريدي عندنا، يعني 24 مليار. هيجيب الفلوس دي بس؟ لا، هيجيب فلوس كمان، هيجيب 10 مليار من الاتحاد الاوروبي، هو بيقول كده، وهيجيب 8 كمان ولا 7 من
صندوق النقد عشان تعوم. هي دي فلوس ايه؟ يكونش علشان نستقبل 100-200 ألف فلسطيني من قطاع غزة ونبدأ رحلة التفريغ. تفريغ قطاع غزة مش لازم يحصل النهاردة، ممكن يبقى على دفعات، وتكون دي الدفعة الأولى من الاتحاد الأوروبي. أصل احنا قدام الاتحاد الأوروبي من زمان، يعني بيدي ايه 300 مليون 120 مليون 20 مليون، إنما 10 مليار. فكر السر وراء العشرة مليار اللي ناوي الاتحاد الأوروبي يديها للسيسي. فكر فكر عن كلام الاتحاد البنك الدولي ان احنا بنعمل، رئيسته قالت كده، نعمل مع نظام السيسي لتأمين كافة الموارد المادية اللازمة حتى لا تكون مصر في أزمة في حال دخول لاجئين فلسطينيين إلى مصر. فكر في كلام الديه لما قالك هو احنا لو سبناهم جوه مش عاجبكم، ولو خرجناهم وجبناهم عندنا مش عاجبكم. فكر في كلام سامح شكري لما قالك احنا مش بنجهز حتت للفلسطينيين ومش هنستقبل حد، ولكن اذا فرض علينا الامر فسنتعامل بانسانيتنا. اهو يعني ايه؟ يعني انت بتقبض، ورغم انك عمال تقبض ده كله مش مكفي، ده انت بتتفاوض مع ليبيا اللي بتقول للشعب المصري احسن ما نبقى زي السودان وليبيا. انت رايح تقول الليبيين ادوني 4 مليار دولار علشان احطهم وديعه في البنك يسندوا البنك المركزي. صدق او لا تصدق اللي ما بيقولكش عليه الاعلام، شوفوا لنا الخبر يا جماعه الله يخليكم، اللي بيقولك ان المشكله اتحلت والدنيا زي الفل. صدق او لا تصدق مصر عايزه تاخد 4 مليار دولار من ليبيا. مين بقى اللي في ليبيا؟ مش من حفتر، البنك المركزي الليبي مش عند حفتر، رئيس الوزراء مش عند حفتر، مش في الشرق الليبي. الشرق عنده الجيش، والجيش ما بياكلش عيش، اللي بيدي هناك قاعد في طرابلس عبد الحميد الدبيبه رئيس الوزراء. خبرها 4 مليار دولار احتياجات مصر التمويليه حتى نهايه يونيو، وزير الماليه يقول انه حدد مصادرها بعد خفض فيتش. منين يا ترى؟ عارف منين ولا لا؟ عايز ياخد من ليبيا، عايز ياخد من ليبيا يا طويل العمر. ده اللي قاله يعني كتير من الناس اللي بتشتغل في الاقتصاد، ان احنا رايحين ناخد من ليبيا زي ما قلت لحضرتك. طيب تعال نشوف تقادم الخطيب بيتكلم برضه ليه رأي في الموضوع ده، بيقول ايه. فاكرين ايام المؤتمر الاقتصادي طلعوا قالوا ان مصر حصلت على مليارات وانه مؤتمر ناجح ومبشر للاستثمار في مصر، والنتيجة زي ما كلنا شايفين نفس اللي بيحصل الآن ونفس التطبيل، لكن الشيء الوحيد أنه مبادل الديون بالأصول، بنبادل الديون بأصول البلد، واللي بيشتري مش الإمارات لكن من يقف خلف الإمارات هو الشاري الحقيقي. ويبدو أن تقدم الخطيب قصده مثلا أن يكون في حد وراء الإمارات، إسرائيل مثلا. يبدو أن إسرائيل هي من تشتري أرض مصر باسم الإمارات. هتقول لي يا راجل مش كده، هقول لك والله احنا شفنا من نشاط ناشطين فلسطينيين وناشطين فلسطينيين يحملوا الجنسية الإسرائيلية ان الامارات اشترت بيوت في القدس من المقدسيين وهم باعوا، لان اللي جاي يشتري اسمه محمد واسمه علي واسمه ابراهيم ولابس الكندورة وكان مصلي الظهر في المسجد الاقصى، وبعد ما اشتراها الامارات يباعها الإسرائيلي. حدث بالفعل. طيب مبادلة الديون بالأصول وسيلة السيسي لتفادي سداد ودائع الخليج، يعني إيه؟ تعال نشوف مع بعض كده، لأن الموضوع امسك ورقة وقلم عشان بس تبقى، أو خد بالك معايا. يتبع عبد الفتاح السيسي آلية، السيسي بيعمل حركة اسمها إيه؟ أنا مش قادر أسدد لك، أنا مش قادر أديك، أنا مش قادر أسد ديوني اللي عليا للخليج، فأعمل إيه؟ أقول لها يا إمارات تعالي خدي، عايزة إيه في مصر؟ اللي انت عايزاه خديه وسيبي لي العمله، وسيب الفلوس اللي ليكي عندي. الامارات مثلا عبد الفتاح السيسي ليه عليها بشكل مباشر 13.5 مليار دولار. السعوديه ليها عند السيسي 7.6 مليار دولار. الكويت ليها 4.3 مليار دولار. قطر ليها 2.5 مليار دولار. دول عربيه اخرى اللي هي يعني ليبيا ليها 1.5 مليار دولار. توقع ان كل حد عايز فلوسه حقه.
هو يعني مديها لك قرض، مديها لك وديعه، مش مديها لك لطول يعني طول الحياه. فانت مش قادر تسدد، فتروح تقول ايه الامارات انا مش قادر اسدد، نعمل ايه؟ يقول لك والله احنا عايزين راس الحكمه. تقول لهم بس الشعب مش هقدر ابيع لكم، ده احنا من ايام الملكيه طول عمر مصر ما بتبيعش ارضها، لا بنبيع ارض ولا بنعمل قواعد عسكريه اجنبيه في بلدنا. هيقول لك ايه؟ طيب بص احنا مش هناخد راس الحكمه بس، احنا هناخد 5 مدن بمساحة تصل إلى 170 مليون متر، تمام؟ وناخد المساحة دي ونعمل إيه؟ وخد أنت 20%، بس إحنا يبقى عندنا حق الإدارة، وتبقى إمارة راس الحكمة الإماراتية على أرض مصرية. اطلع قول كده للشعب، وطلع الهليبة والهتيفة بتوعك يسقفوا، جبنا جون والنبي لنكيد العزال شغال يا ابني محرم فؤاد.